احنا بنقدر ان احنا نساعد اي حد عنده قطعه محتاج ان هو يبيعها من خلال المزاد عامه The First Online Auction House. بنبيع ثلاث حاجات او 3 categories بالظبط. اول حاجه الانتيكس او الفاين ارتس، تاني حاجه الحاجات اللي هي الجراج سيل، وتالت حاجه البراندز او اللوكسري براندز. الانتيكس ممكن يكون عندنا قطعه مش عارفين هي عباره عن ايه او ورثينها، او احنا عارفين حابين ان احنا نعرف القيمه بتاعتها، انا بساعد في ده وبحب ان انا اوصل المعلومه القطعه دي عمرها قد ايه، قيمتها قد ايه، تساوي قد ايه، وفي حاله ان هي ليجل ان احنا نبيعها بيتم بيعها. بنزل القطع كلها معروضه على الصفحه من خلال فيسبوك، والقطع بتكون نازله بالصور الكامله بتاعتها من جميع الاتجاهات بالوصف بتاعها كامل بكل حاجه، وبيبدا دوري انا هنا بقى كاوكشنير اللي هو الا اونا الا دوي الا تري. ابدا ان انا اسخن المزاد، اعرف مين مهتم بيه، احمد بيك قال 150 ومين هيزود معانا وهيقول 200 وهكذا، بحيث ان انا اوصل القطعه للسعر المطلوب بتاعها. الناس دايما بتحب تشوف الجديد او حاجه ماكس ما بين القديم والجديد. عندي مثلا راديو لامبارد ده مش متعدل، واكيد اللي هيكون فاهم يعني ايه راديو قديم بقاله اكتر من كام سنه ما فيهوش اي تعديل ولمباته شغال على حالته. عندي بيك اب قديم اقدر ان انا احطه از ان هو قطعه ديكور وشغال، وممكن نسمع صوته كمان مع بعض. عندي بعض قطع زي مثلا المبخره الكلوازينيه، مبخره الكلوازينيه دي الحاجات الكلوازينيه عامه ده قديمه، في كلوازينيه جديد وكلوازينيه قديم. المزاد مزاد في جميع الاوقات، بس عشان تكون مختلف عن زمان او عن فكره مزاد زمان، الفكره نفسها في الحماس. ده مشترك، ده مش مختلف. انا عارفه لسه هقول لك المختلف. المشترك في الحماس نفسه، انا ممكن اكون عارفه ان القطعه دي تساوي اكس بس انا فعلا عايزاها، في حماس لما بدخل واكتب 100 واللي ورايا يكتب 150 200 وهكذا. دي دايما مشتركه في كل المزادات. إذن المزايد أونلاين، فألاقونا ألا دوي ألا تري دي بتتكتب في حاجة اسمها العد لإنهاء المزايد. بيبقى في وقت معين لإنتهاء كل مزايد. المزايد بيكون في عبارة عن بوست أو منشور على صفحة الفيسبوك. فأنت بتيجي مثلاً إن المزايد ده هيقفل الساعة 7، فالساعة 7 بنبدأ نقول ألاقونا 7 ودقيقة ألا دو، 7 ودقيقتين ألا تري. طبعاً كل شويه بتختلف، لو اخدت عطاء بعد الاونا بتبدا تعد من اول وجديد وهكذا. فالاونا لدوبي الا تري بتتم برضو اونلاين.